السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رجعت اليوم كنا طالعين وخليتني بذاك المحمية سويتها إلهين وقلت شوية خل أطلعهن، ما عندي شي، خلهن شوية يشتن يشطن يمطن براحتهن، انا يمهن اليوم اللي خلقهن. بس ليهن وحدة من البارحة، هاي خطية، هاي يده سميتها، رجلها ممس بالمحمية تعورت، وانا جاي اجرب الكرك انه ما اطبل هاي الحشائش جوا، عبالهن جاي ادور لهن دود، ودخلن وراي ويبحوشن وصعب ارجعهن، متعودات يجن جواي، وجريت الشرك وعورهن، عورها هاي الزغيرونة. هسا الكرك بس كبسه برجلي ياخذ رجليهن اللي جوا يثرمهن، هذا الشي ما يطني مجال. طلع لها الريش بمتونهن، اليوم عمرهن 27 يوم، اعتقد الداجن بال27 ما يطلع له ريش. اتذكر قبل اربيهن وانا صغير يتأخر بالتسعينات يعني، مو هسه. بال86 87 اشتريت بيض مال بط مال بشوش، خليته جوا الدجاج، كنت صغير اني مو حنو، الله يرحمها الوالدة، قلت لها اشتري لي كنت صغير، واذا اريد لي حاجة يعني اظل اصيح وابكي، اشترت لي بيضات يمكن 10 من مريمنا تبيع، خليتهن جوا الدجاجة، طلعن 9. طلعتهن بالهذا يمنا نقرة، ما نسميها بحيرة قبل نقرة، هي بحيرة طبعا شكلها حلوة. يمنا نقرة طلعتن بيها، اول ما طلعن طبعا بالنقرة شيتت الدجاجة وراهن، الله عبالها فروخة غرقن خطية، مرة مرتين شمرت روحها وراهن، واذا الماء يعني تقدر تدخل بيه يعني للركب تدخل بالماء وياهن، وهي هم تركض وراهن. شلون هسه انا سوون بي، انا قمت اركض وراهن بالبداية كانن يمشن وياي وشي، بس شوية كبرن قامت هي تركض وراهن، يعني لعبن بيها لعب شياطين مثل ما ذني لعبن عليه. عاد طلعتهن قعدت يمهن ساعة ساعتين، أول مرة هيج عدي عجيبة، شلون هسه واحد عده جيجلاس وأنا صغير عدي بشوش، يعني فتشي روعة. بس نسيت ودخلت للبيت، بيتنا كان مضطر صحة وارض زراعية من للتشول، موقعي خبر. نسيتك يمنا ناس مربين كرمون كلاب، وكلابهم قذرة كلابهم، إذا أبعد حد يعني تاكل الدجاجة، تاكل البطة، البش، شك شي تاكل، وما يأكل من أهلهن، يأكل المال الناس الغربة،
من هالحين ما ياكلن، يعني مربين كل شعتهم ما ياكلن. جيتن على البشوش مالات نسيتن انا بالنقره، خذلهن كل واحد واحد، عمرهن يمكن يومين ثلاثة ايام هن البشيشات الزغار، ما ادري هل شافهم اخوي من الصغير من الشباك كبير، قالوا ركضوا اتشلوا بكلنا البشوش مالاتك. ركضنا انا واخوي الثاني الاصغر مني، لقينا سلاب اثنين ماخذات كل واحد واحد ويلعبن عليهن، ما ماكلاتهن لا يلعبن عليهن، يردن يلعبن عليهن ويشبعن لعب وبعدين ياكلنهن. انا عرفت الخطة شلون، بس اخوي كان شوية غباء جاهل صغار كنا اثنين، انا ردت يركض هو ورا واحد وانا ورا واحد الكلاب حتى شنو يذبنهن، اذا شاف انك تركض وراها يذبنهن وشذن، عرفه نفس المذنبات عرفه نفس مسويات خطا، لان ليش ما اكلنهن من اهلهن ياكلن بس من الناس الغربه، يعرفن هذا الشيء خطا، هل ما اكلنا من اهله ما ياكل من اهله. فانا ركضت ورا واحد منهن اخوي لحقني، خلينا واحد بدون ما حد لحقه، ركضنا ورا ذبه وشرد، والثاني باوعت له والله انا عين على هذا وعين على هذا، شفته يلوش بيه علسه اللي اخذناه، يعني شبه ميت انفاس اخيره بس مبل لهيك لايصاته لوسط كلابي، شفت هنا انا هيك كتلن بي بدي هني طقن بي يعني لعبن علي رجله. ثاني يوم خليته جوا الدجاجه ونومتهن، هي العصريه بين العصر والمغرب مرت لمت خياله، هي صارت الكارثه. بالنسبه لي كارثه عظمى، صبح الصبح ناشف وما بي شيء، بس رجله ما يقدر يقوم، مكسوره مدري ما مكسوره بس مفصوخه مش بيه ما يقدر يقوم، يمكن بقى يومين ثلاثة ايام ومات. والله السبع والله من السبع بشنو درت بالي عليهن بعد اللي شمت، السبعة طلعن خمس نثاية واثنين في حلة، اخوي الكبير قال لي حصة منهن واحد وانا ما اقبل. على كل حال حكم القوة الضعيف دكتاتورية كانت علاقتنا احنا، خذوا من عنده وحده بس شنو بالبتشي واللطوم خذوها باحه، قال انا ادرس وما اعرف شنو اريد محتاج فلوس، خذوا وحده باحه من عندهم. مقان ستة اثنين في حله واربع نثاية، بس الناس تقول لك هي بشة شنو يدرس شنو، هاي بالثمانينات 86 87 حرب ايران خبزة ماكو ودينارين مدري اي دينارين كانت يمكن سعرها يفيدن، يعني مصرف مو فد شي بس يعني يفيدن. ف قاموا يحوصون علي هنا اهلي يفترون منا قالوا شنو اثنين في حلة ما خلي لك فحل واربع نثاية هذا هو. وهم ما طلب ما طلب ما طلب ما طلب واخذ لهم واحد من الفحلة،
بس عود انا شنو بكي وبليلتها بلا عش انام. خذوا الفحل باعوه، ظلن اربع نثايا وفحل، ذن ظلن يمكن للواحد وتسعين عندي او للاثنين وتسعين. شلنا للولاية، ابوي كان يشتغل بشركة والطوبية الشركة، يعني ما للعمال يطون بيوت مو ملك، لا الى حق قاعد ببيت مال الدولة. البيت خذتهن وياي، قالوا ولاية ما اعرف شنو هناك بطوط وبشوش ودجاج وحمام، المفروض نبيحن ونروح للولاية. خلنا هنا يعني فترة، يعني ولاية واصدقاء صاروا عندي ومدرسة وما اعرف شنو، شوية كبرت ولو هن اعزاز كان عندي، بس بعدين بعتهن. يا هيلس فور مايت إلس. يا 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 كينا في البلدودة. بدي إلى وإلى دي أو تبي. لم تفدي إيمانس كريسو. يا يا يا. لا بدي فين. أرى أم. يا. من إجماع. خذ لي الفيديو. يا. تبدأ لي الفيديو تسمعه مسكين. سكادولة ودين تليفون تصنع لي وتي يوتيوب. ف شو بتروح يعني بعتن، يعني خلينا نقول بعتن على جارنا يبيع ويشتري بهاي الشغلات، بس من بعتن شفت شد رجليهن و هن خمسة، شد كل اثنين سوا وشد شد الفحل وين نثية مو مالتنا، يعني نثية غريبة، شد النثى إلى أربعة كل اثنين سوا، ظل الفحل شد وين نثية عده هواي، هو يبيع ويشتري، شد وين نثية سودة وصدرها أبيض، مالاتي لون الطبيعة يعني شلون البري. يعني عقل طفيل، ظليت يعني اقول تفرقان انذبحان، من اشتراهين بيا مدينة وين، يا عنوان من يدلين العنوان، يا لا يا ابو ماكي تحكي، بس يعني ظليت افكر بيهن اقول تفرقان وين صارن، كلش تأذيت عليهم. وهم اصلا بعتن انا مجبور، هم الاهل يعني مو من كيفي. ولا هنا انهي حلقتي لهذا اليوم، ذن البشوش البريات وطلعتهن اليوم يعني من هاي المحميه سويتها، قلت يتونسن شويه، ما زال ما عندي شيء، ما راح احكم عليهن كلش بالحبس، بس اليوم افضل طلعنا رحنا، صاحبي اشترى له طبله رحنا جبناها، نمت الظهور مرتاح، واحد عنده مجال يطلع، ما عنده مجال يحبس، وهن منه غادي يطيرن، انا ما اخليهن يطيرن بعد. حتى مسواك هنا رجال دنماركي شافهن، طلعت للبحيرة كفيديو، اجا واحد دنماركي يسولف وياي، يمكن قبل هذا يعني ثلاث فيديوهات قبل ثلاث ايام هيش من راح للبحيرة شردن، جا واحد دنماركي قام يحكي وياي اللي متابع الفيديو يسمعه، يقول لي ذن قصين قصهن، يقول لي رجع للطبيعة، ما يتعودن عندك، يروح للبحيرات، يقول لي قضهن وقص جناحاتهن بس يكبرن. ف
فإلى هنا أنهي حلقتي إلى هذا اليوم، في أمان الله.